مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر أداب وإنسانيات، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. وإن شاء الله في حصة اليوم سنتناول مجموعة من التمارين على درسي التمدد والتضييق والعمليات على الدوال. التمدد والتضييق، وهنذكر كيف نحدد نوع التمدد، وسنأخذ بعض التمارين على العمليات على الدوال. بالنسبة للجزء الأول اللي هو التمدد والتضييق، نتذكر مع بعض إننا كان عندنا نوعين، نوع رأسي ونوع أفقي. الرأسي بيبقى الكي اللي هو المعامل مضروب في كل الدالة، والأفقي بيكون الكي مضروب في الإكس فقط. وقلنا إن هذا الكي القيمة المطلقة له ممكن تكون أكبر من الواحد، يبقى تمدد في حالة الرأسي، وتمدد رأسي بيبتعد عن محور إكس. ممكن يكون أقل من الواحد، يبقى تضييق رأسي في اتجاه محور إكس. أما بالنسبة للأفقي اللي بتضرب في الإكس، لو كان أقل من الواحد يبقى بالعكس، أو أقل، كان هنا الأقل كان تضييق، لا هنا الأقل هيكون تمدد، بس يبقى اسمه تمدد أفقي بعيد عن محور واي. ولو كان هنا أكبر من الواحد بيكون تضييق أفقي باتجاه محور واي. يبقى عشان نحدد رأسي ولا أفقي، حسب الكي مضروب في الدالة ولا مضروب في الإكس، وبعد كده نشوف هو أكبر من الواحد ولا أقل من الواحد، كما نأخذ في هذا المثال. نأخذ مثال إن شاء الله وهيجمع بين كل هذه الأمور. عندي أربع تمارين، تمرينات من 18 إلى 21. كل تمرين منهم هنحدد نوع التمدد، هل هو أفقي ولا رأسي، وهنحدد هل هو تضييق أم تمدد. بداية نبدأ هذا الجدول، هنكمله. هذا الجدول هيحل فيه كل التمارين، كل سؤال فيهم، سؤال 18 و 19 و 20 و 21. هنحدد نوع التمدد من خلال وضع الكي، ونشوف الكي أكبر ولا أقل، وبالتالي نقول تضييق ولا تمدد. بالنسبة للسؤال رقم 18، ملاحظين أن الاختلاف هنا في الاثنين ديت، الاثنين مضروبة، هل مضروبة في الإكس فقط ولا مضروبة في الدالة كلها؟ دي الدالة الأصلية، ودي الاثنين هنا اهي مضروبة في كل الدالة. طالما مضروبة في كل الدالة يبقى نوع التمدد رأسي، تمام. طيب الاثنين ديت أكبر من الواحد ولا أقل من الواحد؟ أكبر من الواحد، ولما يكون رأسي وأكبر من الواحد يبقى اسمه تمدد رأسي يبتعد عن محور إكس، مفهوم؟ يبقى أول شيء نشوف الكي مضروبة في الدالة كلها ولا في الإكس فقط. ناخد التمرين رقم 19، شايفين أداء إكس تربيع زائد 9، وهنا 0.25 إكس تربيع زائد، يعني هنا مضروبة فقط في الإكس، مش مضروبة في الدالة كلها، وبالتالي في الإكس فقط يبقى نوع التمدد أفقي، تمام. وإذا كان العدد اللي هو القيمة المطلقة للكي أقل من الواحد يكون تمدد، تمام، لأن في الأفقي بيكون بالعكس. يبقى هنا تمدد أفقي بعيدا عن محور واي. خلي بالك إن الأفقي له علاقة بالواي، الرأسي له علاقة بالمين بالإكس. السؤال رقم 20، شايفين الاختلاف هنا، الأربعة دي الاختلاف اهي، مضروبة في الإكس ولا في الدالة كلها؟ في الإكس فقط، يبقى نوع التمدد أفقي، والأربعة أكبر من الواحد يبقى تضييق أفقي باتجاه محور واحد. ناخد مثال رقم 21، الاثنين إكس صارت 6 إكس، في اختلاف، يعني ضربناها في 3، يبقى كده ضربنا الإكس في 3. طب هل التسعة اختلفت؟ التسعة برضو ضرب، يبقى كأن الدالة كلها ضربت في 3. لو الدالة كلها يبقى نوع التمدد رأسي، والكي 3 أكبر من الواحد، يبقى نقول تمدد رأسي يبتعد عن محور إكس.
يبقى في هذا التمرين أو هذه التمارين الأربع تمرينات راجعنا موضوع التمدد والتضيق، وعرفنا متى يكون أفقي ومتى يكون رأسي، متى يكون تضييق ومتى يكون تمدد. الجزء الثاني اللي هو العمليات على الدوال، احنا درسنا عمليات على الدوال، درسنا الجمع والطرح والضرب وتركيب الدوال. أعطاني دالتين اف اكس وجي اكس اللي باللون الأحمر ده، وعاوز اف زائد جي او اف ناقص جي، اف ضرب الجي جي او اف. نبدأ بإف زائد جي. لما يقول لي اف زائد جي يعني أكتب الدالتين جنب بعض دون أي تغيير، تمام؟ أدا الإف وأدا الجي. بعد كده نجمع المتشابهات، الإكس تربيع ما في زيها، الإكس والإكس يتجمعوا مع بعض لكن دي ما تظل، يبقى 3 إكس تربيع، 5 إكس و2 إكس، 7 إكس ناقص 8. إف ناقص جي يعني تبدأ بالإف وتنقص الجي. يعني إيه تنقص الجي؟ يعني كل الجي تتضرب في سالب. يعني إيه تاني؟ يعني كل الجي تتغير إشارتها. يبقى الإف اللي هي الأولانية تظل كما هي، لكن الجي كانت 2 إكس صارت سالب 2 إكس، وسالب 8 صارت موجب 8. بعد كده نعمل نفس الشيء مع السؤال اللي قبله، ونجمع المتشابهات، 3 إكس تربيع نفس 100، 5 إكس ناقص 2 إكس 3 إكس، والثمانية تنزل نفس ما هي. اف نوت دوت جي، النقطة دي يعني ضرب، يبقى الدالة الأولى ضرب الدالة الثانية. وأنا ممكن أبدأ 3 إكس تربيع أضربها في كل اللي هناك، وال5 إكس تضرب في كل اللي هناك، وبعد كده نجمع المتشابهات زي كده، أدا 3 إكس تربيع ضرب 2 إكس 6 إكس تكعيب، وال3 إكس تربيع ضرب سالب 8 سالب 24 إكس تربيع، وال5 إكس ضرب 2 إكس 10 إكس تربيع، وال5 إكس ضرب سالب 8 سالب 40. ونجمع المتشابهات، واضح إن النص ده بس هو المتشابهات، يبقى سالب 24 وزائد 10 يدينا سالب 14 إكس تربيع. جي أو إف العلامة ديت، الأو ديت يعني تركيب الدوال. يعني أبدأ بالإف ولا بالجي؟ أبدأ بالجي ونركب مكانها معها الإف. نبدأ بالجي، أدا الجي هنحذف الإكس فقط اللي موجودة جوه الدالة ونركب مكانها الدالة التانية، يبقى أدا 2 ونركب الدالة إف إن هو اللي يبدأ بالجي، ناقص 8، الاتنين مضروبة في كل الدي، يبقى 2 ضرب 3 6 إكس تربيع، 2 ضرب 5 10 إكس، والسالب 8 زي ما هي. نجمع المتشابهات، ما في متشابهات، كده نكون انتهينا من إيجاد جي أو إف، وبكده نكون وصلنا لنهاية تمارين اليوم، على أمل بلقاء جديد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.